الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. درسنا اليوم أيها الأحبة الدرس 30، التضحية. سنتعرف اليوم من خلال هذا الدرس على مفهوم التضحية ومشروعيتها، وحول مظاهر التضحية ونماذج من التضحية وآثار التضحية. تعالوا معي أيها الأحبة لكي نعيش مع هذا الخلق العظيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قمة أيها الطلبة في الأخلاق الكريمة وفي التضحية والشجاعة، فكان أشجع الناس وأقواهم قلبا وأثبتهم جنانا، وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تضحية في سبيل الإسلام. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، يضحي بوقته من أجل الدعوة إلى دين الله عز وجل، إلى نصرة دين الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بأمس الحاجة إلى الوقت لنشر الدعوة إلى دين الله عز وجل. وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بنفسه في غزوة أحد، يتعرض للهجوم لقتله صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل عليه الصلاة والسلام دفاعا عن دين الله جل وعلا وإعلاء لكلمة لا إله إلا الله، ولم يستطيعوا قتله، وهو بهذا يضحي بنفسه من أجل دين الله جل وعلا. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بماله عندما جاءه أعرابي يطلب منه المساعدة، فأعطاه صلى الله عليه وسلم واديا من الغنم، فقال الأعرابي عندما أخذ ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لنا التضحية، تلو التضحية. والصحابة الكرام تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخلق العظيم، فحياة الصحابة مليئة بمواقف التضحية والفداء والبذل والعطاء من أجل نصرة دين الله عز وجل. تعالوا معي لنستعرض بعض مواقف الصحابة ونماذج الصحابة في التضحية لدين الله عز وجل. ها هو أبو بكر الصديق يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرع بماله في غزوة تبوك كما مر معنا، وعلي رضي الله عنه وأرضاه ينام بدل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة المنورة، نام بدل النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بنفسه من أجل دين الله جل وعلا. وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه يضحي بوقته لتعليم كتاب الله عز وجل، فلقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه مكث 40 عاما يعلم كتاب الله عز وجل، يضحي بوقته من أجل تعليم كلام الله عز وجل. والنماذج كثيرة وكثيرة جدا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم حول هذا الخلق العظيم. هذا خلق عظيم أيها الأحبة، فتعالوا معي لنتعرف نحن وإياكم حول مفهوم التضحية. ما هو مفهوم التضحية؟ التضحية تقديم الإنسان ما يملكه ويحبه من نفس أو مال أو جهد إرضاء لله تعالى وتحقيقا لمصالح الناس وخدمتهم. وقد مدح الله تعالى الذين يقدمون أنفسهم ابتغاء وجهه، فقال جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن خلال هذه الآية يتبين لنا مشروعية هذا الخلق العظيم. تعالوا معي الآن أيها الأحبة لنتعرف نحن وإياكم على مظاهر التضحية، ونضرب أمثلة من واقعنا المعاصر حول كل مظهر من مظاهر التضحية. من مظاهر التضحية أحبة الطلبة التضحية بالنفس، وهي من أعظم أوجه التضحية، وهي من أعظم أوجه التضحية. لماذا؟ لأن المضحي فيها يقدم نفسه في سبيل الله تعالى. لماذا يقدم نفسه في سبيل الله جل وعلا؟ حماية لوطنه وعرضه وماله، لذلك وصفها الله تعالى بأنها تجارة رابحة،
بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التضحية بالنفس. ما هي الأمثلة حول التضحية بالنفس؟ تعالوا معي من التضحية في واقعنا المعاصر. الجندي المرابط على الحدود الذي يحرص على الحفاظ على البلد، يقوم بحراسة الحدود ويدافع عنها، يضحي بنفسه ووقته وراحته من أجل دينه ووطنه. وكذلك رجل الأمن الذي يعمل على حفظ الأمن يضحي بنفسه من أجل حفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم. وكذلك أيضا رجال الدفاع المدني الذين يعرضون أنفسهم للخطر عندما يقدمون أنفسهم، فيقدمون أنفسهم لإنقاذ الغرقى أو لإطفاء الحرائق أو لإسعاف المرضى، يضحون بأنفسهم من أجل مساعدة الآخرين. أمثلة كثيرة على التضحية بالنفس. تعالوا معي أيضا أيها الأحبة لنتعرف على المظهر الآخر، المظهر الثاني من مظاهر التضحية، التضحية بالمال. والمقصود بالتضحية بالمال أن يضحي الإنسان بماله الذي يحبه عندما ينفقه في سبيل الله تعالى بالصدقة على المحتاجين، أو على المؤسسات التي ترعى الأيتام، أو أسر الشهداء، أو بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات وغير ذلك. وذلك امتثالا لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. انظر انظر واسمع وتأمل وتدبر لهذه الآية العظيمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحب شيء للإنسان هو المال، وتحبون المال حبا جما، كما قال الله عز وجل في سورة الفجر، يحب المال حبا جما. لذلك لن ينال الإنسان البر حتى ينفق مما يحب، لن ينال الرفعة ورضا الله عز وجل ولا السعادة حتى ينفق من ماله في سبيل الله جل وعلا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل شيء تنفقه مسجل عند الله عز وجل، والله عز وجل يزيده لك حتى يكثر ويكثر ويكثر. فعندما تراه يوم لا ينفع مال ولا بنون فإنك تندهش بأن ما قدمته من دينار أصبح مليون دينار أو أكثر أو أكثر. وهكذا الذي ينفق لو دينار واحد في سبيل الله عز وجل لمساعدة محتاج، فإن الله عز وجل يربيها له، أي يزيدها له. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير ابن الفرس. فكما يربي الإنسان هذا المهر الصغير يكبر ويكبر ويكبر، وهكذا المال الذي يتصدق به الإنسان يزيد ويزيد ويزيد عند الله عز وجل. فلن يضيع أي مال تتبرع به من أجل مساعدة محتاج. والمساعدة هنا أيها الطلبة تدخل في ضمن فقه الأولويات. ربما نقدم مساعدة المحتاجين كما هو في واقعنا الآن، نقدم المساعدة للمحتاجين على مثلا بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، أو تقديم مساعدات للمستشفيات التي نحن بحاجة إليها في وقتنا الحالي. وهكذا التضحية بالمال، هذه التضحية نحن بحاجة إليها، نمس الحاجة إليها، ويجب على الإنسان أن يهتم بهذا المظهر العظيم من مظاهر التضحية. وتعالوا معي نتعرف على المظهر الثالث من مظاهر التضحية، وهو مظهر التضحية بالوقت. ماذا نقصد بالتضحية بالوقت؟ نقصد بذلك بأن يصرف الإنسان
جزءا من وقته، جزءا من وقته الذي هو بحاجة إليه، يريد من ذلك وجه الله وخدمة أمته ووطنه ورفعتها، لا يريد إلا وجه الله تعالى، ويريد أن يقدم خدمة للأمة وللحضارة الإسلامية وللوطن لتطويره وتقدمه وازدهاره من دون النظر إلى المقابل المادي، سواء كان هنالك مقابل أو كان هذا المقابل قليل أو كثير، لا ينظر إليه، وإنما يقدم هذا الوقت لله عز وجل ولأجل أهداف نبيلة غالية في خدمة أمته ووطنه. الإنسان بحاجة إلى وقته في كل نواحي حياته، وهو بحاجة إلى الوقت، لكن عندما يقدم جزءا من وقته من أجل أن يعلم الناس أو يرشد الناس أو يوجه الناس، فهذا قد ضحى بوقته. ومن أمثلة ذلك أحبة الطلاب في واقعنا المعاصر المعلم الذي يقدم أوقاتا إضافية في تربية أبناء الأمة وتعليمهم، المعلم يقدم أوقات فوق وقته المحدد له لكي يفهم الطلبة ويشرح لهم ويعلمهم، وهو بحاجة، وهو المعلم يقدم ذلك لأنه يحب الخير للطالب حتى يعلمه، وكذلك المعلمة تحب الخير لطالباتها من أجل أن تعلمهم وأن تزيدهم رفعة ومكانة في المجتمع، لأن العلم يزيد من رفعة الإنسان ومكانة الإنسان ويجعله ذا قيمة في مجتمعه. ومن أمثلة ذلك الطبيب الذي يضحي بوقته ولمعالجة الناس، ولا الممرض الذي يعمل على إنقاذ المرضى وإسعافهم ليلا ونهارا، يبذلون وقتهم من أجل خدمة الناس ورعاية الناس، وكذلك الأب والأم يقدمون الغالي والنفيس من أجلك أيها الطالب، من أجلك أو من أجلكم أيها الطلبة، يقدمون الغالي والنفيس. الأب والأم هم الأشخاص الذين يحبون أن تكون أنت أفضل منهم وأحسن منهم في هذه الحياة، يحبون لك كل خير، يقدمون لك الرعاية والعناية والتوجيه والتربية، فكن بارا بهم وكن أنت معينا لهم. أيضا من أمثلة على التضحية بالوقت مؤسسات المجتمع مثل الجيش والأمن والدفاع المدني كما مر معنا، وكذلك الشباب الذين يقومون بأعمال تطوعية مثل تنظيف الحدائق العامة والشوارع وغيرها، يقومون بخدمة مساعدة كبار السن، يقدمون خدمات للمجتمع بجميع صورها وأحوالها بما يرضي الله عز وجل. كل ذلك أيها الشباب وأيها الطلبة، كل ذلك فيه تضحية بالوقت من أجل الله عز وجل ومن أجل خدمة الأمة والوطن والحضارة الإسلامية. تعالوا معي الآن أيها الطلبة نتعرف على نماذج من التضحية، وقد مر معنا من هذه النماذج، لكن في الإعادة إفادة، من هذه النماذج مساعدة رجال الدفاع المدني للمحتاجين والمتضررين في الأحوال والظروف جميعها. ربما يوم ماطر أو يوم هذا الإنسان في هذا اليوم الماطر مثلا أو المثلج، إنسان بحاجة إلى مساعدة، فتجد رجال الدفاع المدني يساعدونه، وهكذا يقومون مثلا بنجدة غريق، وهكذا من الأمثلة التي مرت معنا. وهنا في مثال عندنا، ومثال ذلك ما فعله أحد رجال الدفاع المدني عندما ضحى بنفسه لإنقاذ الأطفال من الغرق في البحر الميت، وأصور في ذلك كثيرة. من النماذج أيضا مساعدة بعض المواطنين لوطنهم ومجتمعهم وقضاء حوائج الناس وإنقاذهم، ومثال ذلك عندما أنقذ أحد المواطنين الأردنيين عائلة بأكملها من الغرق نتيجة تدفق المياه داخل منزلهم. صور كثيرة من هذه الصور التي يقدمها المواطنون من أجل الدفاع، من أجل المساعدة وإنقاذ الناس. تعالوا معي أيها الطلبة الآن لكي نتعرف على أثار التضحية، أثار التضحية على نفسك، هذا الخلق عظيم يؤثر على نفسك وعلى المجتمع وعلى الأفراد، فتعالوا معي لنتعرف على
هذه الآثار. التضحية سبيل للفوز برضا الله عز وجل، الله يرضى عنك ويرفع درجتك في الجنة إذا أنت قمت بهذا الخلق العظيم. كذلك أيضا التضحية سبيل لرفعة الأوطان وتطويرها وتقدمها، كذلك أيضا من الآثار تجعل الإنسان شخصا إيجابيا وفعالا في المجتمع، تكون إنسان خير تحب الخير للناس، وكذلك إذا تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس، الناس يحبون بعضهم يساعدون بعضهم كالجسد الواحد، في ظروف طارئة تجدهم مع بعضهم البعض. كذلك أيضا من آثار التضحية تزيد بالألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، بين أفراد المجتمع. هذا ما جاء في الدرس، لكن تعالوا معي الآن مع السؤال الخامس من الأسئلة. يقول هذا السؤال: بين صورة التضحية فيما يأتي. ألف: ساعد طالب زميله في أثناء وقت فراغه. هذه صورة من صور التضحية، لكن ما نوع هذه الصورة؟ فكر معي. الجواب: التضحية بالوقت، ضحى بوقت من أجل أن يعلم زميله. نقطة رقم باء: ترك شاب السفر للعمل من أجل إعانة والديه. ما هي هنا الصورة، صورة التضحية، مظهر التضحية؟ التضحية هنا بالنفس وبالمال، ضحى بنفسه وأيضا بماله من ترك السفر من أجل إعانة والديه، سينفق عليهم، وبنفس اللحظة لم يذهب بنفسه إلى السفر. نقطة رقم جيم: ضحى رجل أمن بيوم إجازته في ظروف غير أو غير عادية، في ظروف غير عادية قياما بواجبه. هذا قد ضحى بنفسه لأنه ذهب إلى هذه الظروف غير عادية، ربما يحدث ما لا يحمد عقباه، لكن ذهب إلى هذه إلى عمله، فتكون هنا تضحية بالنفس، وكذلك أيضا تضحية بوقته، أي ضحى بوقت إجازته. كل ذلك صور من صور التضحية، وهذا ما جاء بالنسبة للدرس. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويعلمكم، وأن يرفع قدرنا وقدركم بالعلم النافع والعمل الصالح.